منذ أن دخلت تشاد في مصاف الدول المصدرة للنفط، فإن طفرتها الاقتصادية ورؤيتها للتنمية تزدهر بوجود الطاقة المتمثلة في شبكة محطاتها الكهربائية. وبما أن تلك الجهود المبذولة، إلا أن قطاع الكهرباء يظل الشغل الشاغل والشفرة التي استعصت على الجميع فكها وإيجاد حل للغزها المستمر الذي ظل يؤرخ المواطنين على مدار الساعة. وكما أن نسبة توفير الطاقة لا تتجاوز 40%، بالرغم من وجود محطة شبكة الكهرباء بالجرماية وتزويد بعض محطات الطاقة المتجددة لرفع حاجة المستهلكين من الطاقة وسد احتياجاتها وزيادة الإنتاجية التي تعتمد عليها الدولة في رفع اقتصادها عبر الشركات المنتجة للسلع. وبما أن اعتماد القرار رقم 14 لعام 1999 من قبل الجمعية الوطنية، تبقى مسألة تخفيض الأسعار للزبائن يحصلوا على الطاقة الكهربائية والغاز الذي يعد استخدامه مساعدا للبيئة ووفرة للمستهلك صراعا قائما. وبالرغم من المسائل الحساسة التي تبذلها تشاد لتوفير الطاقة الشمسية، فإن المناخ التشادي يساعد البلاد بمدها بالطاقة الشمسية اللازمة، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في بعض المناسبات، بأن مدن البلاد الكبرى وإنارة الشوارع الرئيسية ستزود بهذه الطاقة. أما من الناحية النفطية، فإن تشاد تتمتع بمخزون هائل في حقولها النفطية المتمثلة في حوض الدوبا ومناطق كودلوا، وهذان الحقلان يوفران الكم الهائل لسد احتياجات البلاد محليا وتصديرها عبر الأسواق العالمية، حيث تعمل عدة شركات نفطية في مجالات التنقيب والتصدير وتكرار النفط لسد الحاجة المحلية ومنع إغراق الأسواق المحلية بالوقود المهرب. ومع انخفاض أسعار النفط عالميا والذي تسبب في الأزمة الاقتصادية الخانقة وتأثيرها سلبا على إيرادات البلاد وخفض ناتجها المحلي، إلا أن الموازنة في الصادرات والإيرادات تشكل ركيزة ودعامة أساسية للدولة، وهذا القطاع بحاجة ملحة إلى الاستثمار مثل فضلات مشتقات البترول التي لم تجد يدا عاملة ولا أطاء جيدا، كجمع وإعادة الفضلات والمشتقات النفطية وتصنيفها إلى أشياء تستفيد منها الشركات الإنتاجية المحلية. ومع ذلك فإن المستقبل ينبئ بخير والقادم أفضل.